قالت أم حمدان بأنه أنواع الطحين الأسمر أو اللي هم بيحكوا عنه بزماناتنا الأحمر بيحكوا عنه. إحنا بيحكوا الأحمر. هو. الأحمر اللي هو البني البلدي. حسب الأنواع بتقول لك في إشي بيكون ناعم كتير، في إشي بيكون أخشن، فحسب اختلاف أنواع الطحين بتكون معاكي حبة الكرة تبعت المفتول. فهي بتقول إذا ضليتي تفتلي وصلتي لكمية كبيرة ولسه الحبة زي ما أنتوا شايفين قدامكم صغيرة، كيف بدنا نخلي حبة المفتول تصير أكبر؟ ها؟ شايفين كيف صغيرة؟ يعني عم تفتل عم يصير معي كمية بس ما عم تصير بالحجم اللي أنا وياك بنعرفه. الصح إنك تدخلي شوية طحين أبيض على طحين الأسمر لحتى يساعدك إنه الحبة تكبر. صح؟ صح كلامك. كمان في ملاحظة ثانية. هلأ الأبيض ما بنضيفه بالبداية، معلش لو كان معك صغير على أساس الكمية تكبر معك. نعم. أوكي؟ نعم. فبعدين آخر شيء بنضيف الأبيض على أساس إنه ننهي. هلا يعني بآخر بيعطيكي ايوه اخر خطوه. طيب احنا معناته احنا خلينا نقول انه هون احنا اكتفينا بهاي الكميه بالضبط. من المفتول وانا هلا بدي الحبه تكبر، هلا لجأنا لاضافه الطحين الابيض. صح بالضبط. يعني باخر خطوه. ايوه تمام تمام. هلا هي بتستخدم البخاخ زي ما حكت لحتى حبه الطحين تمسك وما تعجن. مزبوط تمام. حتترطب. نعم يصير نعم. ترطيب يستقبل الطحين. نعم.